فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحد الأشخاص يقوم بإخراج صدقة ويقول إن ثوابها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة أجمعين، فهل هذا مشروع؟ الرسول لا حاجة إلى ذلك، لأن الرسول له مثل أجر من يعمل إلى يوم القيامة، لأنه هو الذي دل الأمة على ذلك، فلا حاجة إلى أنك تقول هذا للرسول، لأنه مشارك في الأجر، له مثل أجرك عليه الصلاة والسلام. أما الصحابة فلا أدري، لكن الصحابة لا شك أنهم يعني يحق لهم الإكرام والإجلال والمحبة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.